أهلا بكم. شارك عشرات الآلاف في مظاهرات للاحتجاج بالقاهرة وعدد من المحافظات استجابة لدعوة أطلقتها المعارضة بجعل اليوم يوم غضب للاحتجاج على ما تسميها القمع والفساد. وأفاد مراسل الجزيرة في القاهرة أن قوات الأمن استعملت غازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، كما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من فندق شيراتون بالجيزة. ورصدت كاميرا الجزيرة اعتقال عشرات في شارع شبرا، بينما ذكر شهود عيان في محافظات كفر الشيخ والفيوم وقنا وأسيوط أن اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن. في لبنان تظاهر الآلاف في بيروت احتجاجا على تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة باعتباره مرشحا لحزب الله وفق رأيهم، ومعربين عن تفضيلهم بقاء سعد الحريري. وفي طرابلس بشمال لبنان كانت الاحتجاجات أكثر كثافة وتحولت إلى أعمال شغب، وقد تدخل الجيش اللبناني في بعض الحالات لتفريق الجموع. في تونس تستمر المظاهرات مطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية وإبعاد رموز النظام من السلطة. وقد قضى عدة محتجين الليل خارج مقر الوزير الأول محمد الغنوشي متحدين حظر التجوال، بينما بقيت أغلب المدارس التونسية مغلقة الأبواب لأن أغلب المدرسين صوتوا لصالح الاستمرار في الإضراب الذي كان يفترض انتهاؤه أمس الاثنين. كشفت الوثائق السرية الخاصة بمجريات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أن الجانب الفلسطيني المفاوض وصل إلى الحد الأدنى لعدد اللاجئين المسموح لهم بالعودة. فقد ورد في وثيقة يعود تاريخها إلى عام 2007 اقتراح من السلطة بعودة 10,000 فلسطيني سنويا ولمدة 10 سنوات قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. كما ورد في وثيقة تم الكشف عنها أخيرا أن الجانب الفلسطيني طالب بعودة 15,000 كل عام ولمدة 10 سنوات، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض العرض الفلسطيني وطرح في المقابل عودة 1,000 لاجئ سنويا ولمدة 5 أعوام فقط. إلى اللقاء.